كديرين خوتي لاباس عليكم؟ دايرين الناس الغربه والناس اللي في البلاد والناس الناس كله فين ما كانوا دايرين شويه مع هذا البرد. البرد عندناش من البرد، اللي مروح مروح، اللي مريض مريض، الله يجيب الشفاء من عنده. صافي الحمد لله. ايوا شكرا بزاف الناس اللي دخلوا عندي جداد وكتفرجوا في الفيديوهات ديالي، شكرا بزاف بزاف. وبرت عليكم نيت. ايوا اليوم جيت نشارك معكم شي حاجه هكا هكا، قلت علاش لا ما نشاركش معكم شي، نشارك معكم شي فيديو. وعارفوا اليوتيوب اللي ما حطيتش في يوتيوب كيهبطوا لي كلشي، هذا هو. وكنشكر الاخت الصديقه ديالي على الفلو، بعثت عندي الطعم ما قاتنيش، تسناتني حتى جيت، كنشكر بزاف. كنت مريضه وجات عندي، وجات عندي، هذا هو. ايوا اليوم غادي نشارك معكم، غادي نخليكم معايا نقطع هذه الفلو، هذا نديرو فيه، ما عنديش تنشري الكاس ديال الفلو، وغادي نقطع هذا. نحاول نصغرهم شويه، كيعجبوني شطور غيتقلب كلشي بلا ما كاس شويه صغير. هانا كيحمقوني هاد الوليدات الحمرات اللي مهرسه كاع، حاولت عليها. هاش هنقصح فوالا فوالا زيرو كدا. نشارك معكم شويه تقضيه، ماشي انا اللي تقضيت، راجلي حتى انا صراحه جبت الخدمه وخديت الغدا في الزربه. صراحه هذا ديال الريجيم زوين الصباح، هاد البنيه انا كتحمقني هذا. انا بناتي كبار ومازالين في بلاصه غير كافي ديالي المفضل، كافي ديالي لا بصح فيها الصراحه والو ما شفتش شي شغل. ايوا هادشي اللي شاركت معكم اليوم، خليكم معايا. انا رجعت لكم اخوتي، بغيت نوريكم شي حوايج جاو لبنتي جدتها اللي كملت 3 سنين، شريت ليها شي حوايج. شريت ليها جوج سراول هكا، هاد بصراحة زغونة هادي، ولكن ما كبيرة قبرني عليها شوية، شريت ليهم شريت ليها 5 سنين، غادي نخليهم ليها حتى العام الجاي إن شاء الله إلا بقات العمر. هاهي هادي، هادي شريت ليها 6 سنين، حيت غيتصبنو الحوايج كيتجمعو.
هادو كاملين غنجمعهم في الباليزه ان شاء الله العام الجاي. يجيو هانيشان تقدرين عليها شويه. بنتي طايفه مسكينه بزاف. هذا غتلبسو دابا هو 4 سنين غادي تلبسو دابا. كيحمقوني هكا حتى هادي كبيره شويه. ثراوله تلبسيهم في الصيف مع تيشيرت ولا شي حاجه. شي قوي مجا شي خفيف مجا الله ما يلبسوها ليك. ها شتي لهم ديها جوج ثراوله تقريبا. انا كاينين كيعجبوني الثراول ديال هنا صراحه زوينين. ايوا هادشي اللي كاين في السوق هادشي اللي كاين اخوتي. ها الساك خاوي فا ميرسي مامي ميرسي بور لو كادو دو ياسمين لونيفرسير ميرسي بوكو. هي جات صراحه وما بغاتش تجلس حطاتهم مشات. عارفو الناس ديال هنا جري 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 ما كتكونش عندهم الوقت. هادشي اللي كاين يلاه اخوتي تهلاو فراسكم. السلام عليكم.